تم إنشاء هذا المفقس في عام 2010 وتم إنجازه بعام 2012 وباشرنا في العمل. طبعاً باشرنا في العمل باستيراد البيض من منشآت عالمية من عدة منشآت وشركات، أنه أكيد هناك البيض يستورد من هناك بيض نوعية طبعاً، نوع البيض يكون بلجيكي وأيضاً يكون بلغاري وهولندي وتركي. طبعاً حسب الشركة اللي نتعامل معها ونستورد منها البيض، ثم نقوم باستيراد هذا البيض ويتم إدخاله في الحاضنات والمفقسات. وبعد الفقسة طبعاً أكيد لا شك أنه كما شهدت جنابك أنه هناك كادر طبي بإشراف الدكتور عدي من بيطرة نينوى يقوم بالتلقيح الصوصي بعد التفقيس حتى يكون عنده مناعة عالية وقابل للتربية. طبعاً الصوصي بعد ما يتم تفقيسه من المفقس انصدره إلى كافة محافظات العراق، خصيصاً أنه هناك حقول في محافظة نينوى يستقبلوا من عندنا هذا الصوصي. طبعاً لا شك إذا كان هناك دعم من الدولة العراقية تدعم هذه المشاريع، فلا شك أنها حتكون ناجحة إن شاء الله رب العالمين. إحنا نثبت نجاح المشروع، لكن للتوضيح أنه ماكو هناك أي دعم طبعاً من الدولة حتى يكون عمله واسع. طبعاً أنت شهدت أنه هناك كادر مختص في المفقسة وهناك كادر خاص في الفرز والعد، مثل ما شاهدت أنه الكادر المختص في اللقاح والكادر المختص في الفرز والعد، وهناك أيضا كادر يفرز الصوصي الصاحي من الصوصي المعوق وغير ذلك. أنت تعرف أنه ندخل بكل 4-5 أيام من 180 إلى 200 ألف بيضة، ويتم تفقيس يعني 95 إلى 90% من الفقسة. نعم.